السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنراجع مراجعة سريعة على الاس دي ال بتاع نيورو ترانسميتر. اول حاجة خدناها يعني ايه نيورو ترانسميتر. قلنا نيورو ترانسميتر ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن كيميكال ميسنجر، يعني مادة كيميائية المفروض ان هي بتعمل ايه. هو عبارة عن كيميكال ميسنجر المفروض ان هو بيكاري او بيبوست او بيبالانس، المهم يعني بينقل الاشارات النيورونز اللي هي الخلايا العصبية عايزة توصلها للسيل التانية، عشان السيل التانية او التارجت سيل دي تبتدي ان هي تعمل الاكشن المطلوب منها. طيب يبقى هو عباره عن ايه كيميكال ميسنجر؟ كاري او بوست او بيبالانس الايه السيجنالز بين النيورونز والتارجت سيل. قلنا ان التارجت سيل بتاعتها دي ممكن تكون نيرون زيها او ممكن تكون جلاند او ممكن تكون حتى مصل، تمام. طيب وبالتالي النيورو ترانسميتر بتاعي ده مسؤول عن الكوميونيكيشن بين النيرون والسيلز التانية، فهو مسؤول عن حاجه اسمها نيورال كوميونيكيشن. طيب وعشان هو حاجه هايلي سبيسيفيك وبتشتغل على نيرون وكده، فلازم ان السيستم بتاعي يكون سيستم اللي هو مالي مركزه. فالسيستم بتاعي لازم يكون حاجه كومبلكس، حاجه هايلي انتر كونكتد عشان يؤدي الشغل بتاعه بطريقه سبيسيفيك. فلازم السيستم بتاعي يكون حاجه قويه. وقلنا ان النيورو ترانسميتر مش بتشتغل بطريقه هابهازارد كده كل حاجه لوحدها، لا كل واحد بيبقى عارف الاكشن بتاعه. في حاجات هتشتغل عشان تعمل انهبيشن، في حاجات هتعمل اكسايتيشن، فكل واحد عارف الاكشن بتاعه ازاي، فهو بيشتغل بي سبيسيفيك واي. وقلنا ان الكمال اللي لوحده، فعشان كده هو برضو ممكن يبقى افكتد بحاجات زي ايه، زي ديسيز او دراج مثلا من بره بيعمل ايه انتاجونست مثلا ليه، او حتى الاكشن بتاع الاذر كيميكال كيميكالز مثلا ممكن تكون بتعمل له انهبيشن او حاجه. بعد كده خدنا ايه، دي كانت رسمه بتوضح الشغل بتاع النيورو ترانسميتر. قلنا ان ايه اللي بيحصل، المفروض ان انا عندي الاشاره الكهربيه بتيجي اللي هو الالكتريكال سيجنال، اول ما توصل عند نهايه النيورون بتبتدي ان هي تشتغل على ايه الفيزيكال، تبتدي ان هي تخرج الفيزيكال دي تبتدي ان هي تخرج النيورو ترانسميتر. خلاص النيورو ترانسميتر هيخرج من الفيزيكال، هيخرج ليه المنطقه دي اللي احنا بنسميها الساينابس اللي هو الفراغ اللي بين اتنين نيورون. النيورو ترانسميتر هيخرج فيه الساينابس وبعد كده يعدي يروح للبوست ساينابتك سيل اللي هي الخليه ما بعد الساينابس. طيب الخلية دي بيبقى عليها ايه؟ بيبقى عليها ريسبتور، المفروض ان الريسبتور ده اللي بيمسك فيه النيورو ترانسميتر. وقلنا ان هما بيمسكوا مع بعض بطريقة اللي هي شبه الضبة والمفتاح، او بيسموه قفل ومفتاح اللي احنا بنسميه لوك اند كي. طيب يبقى احنا كده قلنا النيورو ترانسميتر بيشتغل ازاي. اول ما الالكتريكال سيجنال بتيجي بتبتدي السمول فيزيكال اللي بتبقى موجوده في نهايه البري سينابتك نيرون اللي هو الخليه اللي قبل السينابس، تبتدي الفيزيكال اللي جواها تخرج النيورو ترانسميتر، والنيورو ترانسميتر بيمشي في السينابس عشان يوصل ليه البوست سينابتك سيل واللي بيبقى عليها ريسبتور مستني النيورو ترانسميتر يمسك فيه. فالريسبتور والنيورو ترانسميتر بيمسكوا مع بعض بطريقه شبه القفل والمفتاح اللي احنا بنسميها لوك اند كي. ده كده الشكل بتاع اللوك اند كي سيستم اللي هما ماسكين مع بعض شبه القفل والمفتاح بالظبط. طيب النيورو ترانسميتر ازاي انا كنت بعمله ان اكتيفيشن؟ قلنا كان بحاجه من ثلاث طرق، اما ان النيورو ترانسميتر دوت بعد ما خلص الشغل بتاعه يبتدي ان هو يحصل له ري ابتيك مره ثانيه بالبري سينابتك سيل عشان تستخدمه بعد كده، او ان بيبقى بعد ما بيخلص الشغل بتاعه هنا بيبتدي بيبقى مستنيه انزيم، الانزيم ده بياخده ويبتدي ان هو يكسره لي استراكشرز تاني بحيث ان الريسبتور ما يتعرفش عليه فما يشتغلش مره تانية، او ان هو يبتدي ان هو يحصل له ديفيوجن في البلاد يمشي مع البلاد ستريم بحيث ان هو يبعد عن الريسبتور فبرضه ما يمسكش مع الريسبتور وما يعملش الوظيفه بتاعته كمان مره. يبقى انا عندي حاجه من ثلاث حاجات، اما الري ابتيك او ان هو يحصل له ديجريديشن بانزيم او ان هو يحصل له ديفيوجن مع البلاد فلو. يبقى دي تاني ادي الان اكتيفيشن بتاع النيورو ترانسميتر، حاجه من ثلاث حاجات، يا اما ديجريديشن بواسطه انزيم، يا اما ديفيوجن مع البلاد ستريم، يا اما ري ابتيك بالبري سينابتك نيورون عشان تستخدمه مره تانيه. بعد كده اخدنا ايه؟ بعد كده خدنا الكرايتيريا اللي من خلالها اقدر اقول على الماده اللي معايا ان هي نيورو ترانسميتر. هنقول نفس الحاجات اللي قلناها على الرسمه مثلا من شويه. اول حاجه ان النيورو ترانسميتر المفروض بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في البري سينابتك سيل، يبقى البريزنس بتاع الكيميكال ويزن ذا سيل ده في حد ذاته كرايتيريا. طيب الحاجه الثانيه انه يكون بيستجيب للاستيموس. يعني ايه بيستجيب للاستيموس؟ قلنا من شويه ان الالكتريكال سيجنال لما جت خلت الفيزيكال تطلع نيورو ترانسميتر، فده تعتبر فكده تعتبر ايه؟ استجابه للاستيمولس. هو ستيمولس ديبندنت ريليز، بحيث ان الاشاره الكهربيه لما جت انا خرجت appropriate quantities من النيورو ترانسميتر بتاعي. طب بعد كده يبتدي ان هو يعدي السينابس عشان يروح يمسك في الريسبتور اللي موجود على البوست سينابتك نيرون. فالاكشن بتاعه على مين؟ على البوست سينابتك نيرون، ان هو يمسك فيه الريسيفنج سيل او البوست سينابتك نيرون، بيمسك على الريسبتور اللي عليها بحيث ان اول ما مسكته في الريسبتور خلاص يقول لها اعملي الشغلانه الفلانيه كذا كذا كذا، تمام. طيب اخر حاجه الميكانيزم بتاع الريموفال، ان التخلص من الكيميكال او الماده دي يكون بحاجه من ثلاث حاجات، يا اما بالري ابتيك، يا اما بالديفيوجن، يا اما بالجريديشن بواسطه انزيم. لو الاربعه كرايتيريا دول اتوفروا في اي ماده اقدر اقول على الماده دي ان هي نيورو ترانسميتر.
بعد كده كان في ان بي بتقول ايه، بتعرفني الانواع بتاعه النيورو ترانسميتر. انا عندي النيورو ترانسميتر ممكن يكون حاجه اكسايتاتوري يعني بتزود الاكشن بتاع السيل، او حاجه انهبيتوري بتمنع الاكشن بتاع السيل او بتقلده، فهو بيعمل ميديوليشن يعني الايه للاكشن بتاع الاذر نيورونز او التارجتس اللي بيأثر عليها سواء كانت نيورون او جلاند او مصل. طيب بس احيانا النيورو ترانسميتر بيشتغل على ان هو يزود ماده كيميكال معينه، يزود الاكشن بتاعها او يزود الايفكت بتاعها. فلو هو اشتغل على ماده كيميكال ثانيه في الحاله دي بيبقى اسلوب اكتنج، الاكشن بتاعه بياخد وقت طويل. طيب في منها نيورو ترانسميتر بتبقى بتشتغل الحاجتين، يعني تنفع ان هي تكون اكسايتاتوري وتنفع ان هي تكون انهبيتوري. طيب ازاي؟ والله ده بيديبند على الريسبتور، يعني ساعات هي تمسك في ريسبتور فتشتغل بطريقه ان هي تكون بتعمل اكسايتيشن، تيجي تمسك في ريسبتور تاني تشتغل ان هي تعمل انهبيشن. طيب مين بقى المثال بتاعنا؟ عندي الاستايل كولين والدوبامين. يبقى انا عندي الاستايل كولين والدوبامين يعتبروا يشتغلوا الحاجتين اللي هم اكسايتاتوري انهبيتوري. طب ده بيعتمد على ايه؟ بيديبند ابون ذا تايب بتاع الريسبتور اللي هم مسكوا فيه. بعد كده اخدنا ايه؟ بعد كده اخدنا التايبس، كنا مجمعين التايبس ان انا عندي ايه، كنا مجمعينها في سلايد في الاخر كده، ثواني هجيبها اهي. التايبس بتاعتي كان عندي ايه؟ كان عندي امينو اسيد، وكان عندي البيبتايدز، وكان عندي مونو امينز، وكان عندي الاستايل كولين ككاتيجوري لوحدها، كان عندي البيورينز، وكان عندي كمان الجاز ترانسميترز. طيب التايبس بتاعتي قلناها ايه؟ اول حاجه الامينو اسيد، كان عندي الجابا امينو بيوتريك اسيد اللي هو الجابا، والجلوتاميت. البيبتايدز كان عندي اتنين، الاوكسيتوسين اللي احنا بنفتكره بالايموشن اللي عليه العيون بتاعه القلوب، والاندورفين اللي هو الايموشن اللي بيضحك، تمام. وعندي المونو امينز اللي هو النور ابنفرين، الهستامين، الدوبامين، السيروتونين، وكان عندي الجاز ترانسميتر، كان عندي النيتريك اوكسيد اللي هو الان او اللي بيعمل في دي يعني فاز دايليتيشن، وكان عندي الكربون مونوكسيد اللي احنا قلنا عليه فاتل، وكان عندي في البيورينز اللي هو الادينوزين اللي احنا ما بنحبهوش ايام الامتحانات عشان الادينوزين ده بينيم فاحنا مش بنحبه. تعالوا بقى ناخدهم واحده واحده كده. اول حاجه معانا كانت الامينو اسيد اللي اسمه الجابا. الجابا ده يعتبر اشهر انهبيتوري نيورو ترانسميتر في جسمي. الجابا كنا مجمعين الوظائف بتاعته في كلمه المارفل، الام والفي والار، الام اللي هو الموتور كنترول، والفي الفيجن، والار الريجوليشن بتاع الانكزايتي. استفدت من حته الريجوليشن بتاعه الانكزايتي دي في حاجه، ان انا لما اجي اعالج الانكزايتي هدي حاجه تزود الاكشن بتاع الجابا. زي ايه؟ زي المهدئات اللي هي البنز ديازيبين، دي بتشتغل عن طريق ان هي بتنكريز الافيشنسي بتاعه الجابا نيورو ترانسميتر، فعشان كده انا بستخدمها عشان اعالج الانكزايتي فتديك الفيلينج بتاع ريلاكسيشن اند الكالم، تمام. طيب بعد كده تاني حاجه الجلوتاميت. الجلوتاميت كان بيشتغل اكتر على حته الموت، مش الموتور بقى، يعني احنا قلنا الجابا كان موتور، الجلوتاميت كنا بنعكسها انه ليه علاقه اكتر بالحاجات اللي ليها كوجنيشن، الحاجات الوظائف الادراكيه، الكوجنيتيف فانكشن بتاعتي اللي هي الوظائف الادراكيه اللي هي الميموري والليرنينج. قلنا ان الجلوتاميت ده اصلا يعني هو اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر، لما يبقى عندي منه كميه كبيره بيدخلني في حاجه اسمها الاكسايتوتوكسيسيتي اللي هو توكسيسيتي بسبب الاكسايتيشن الشديد، وده بيؤدي الى ان بعض خلايا من الدماغ بتبتدي ان هي تتاثر ويحصل لها انجري، فيدخلك في حاجه زي ديجنريتيف ديسيز اللي هو خلايا اتاثرت وكده، اللي هو يدخلك في الزهايمر مثلا، او مثلا ممكن الدماغ حته منها تموت او يحصل لها سكته دماغيه اللي احنا بنسميه الستروك، او نتيجه الاكسايتيشن العنيف ده ممكن الجسم يخش في مرحله من السيجرز والتشنجات وكده اللي احنا بنسميه الابيليبتيك سيجرز. ده كده كان بالنسبه للجلوتاميت. كده احنا خلصنا الامينو اسيد اللي هم كانوا مين؟ اللي هم كانوا الجابا اللي هو ده، وتاني حاجه اللي هو الجلوتامين. تاني حاجه معانا اللي هي البيبتايدز. البيبتايدز كان عندي حاجتين، الاوكسيتوسين والاندورفين. ادي الاوكسيتوسين قلنا نفتكره بالايموشن ده اللي هو عليه الايموشن اللي العيون بتاعته شبه القلوب، والاندورفين هنفتكره بالايموشن اللي هيضحك. طب ايه ده وايه ده؟ الاوكسيتوسين له علاقه شويه بالريبرودكشن. اصلا الاوكسيتوسين ده يعتبر نيورو ترانسميتر اللي هو وفي نفس الوقت هو هرمون، تمام. بيطلع منين؟ بيطلع من الهايبوثالامس، تمام. طيب قلنا ان الاوكسيتوسين نفتكر الايموشن بتاع العيون ده مسؤول عن الاتراكشن، تمام، اللي هو السوشيال ريكوجنيشن اللي هو الاتراكشن بين الميل والفيميل والسوشيال السيكشوال ريبرودكشن والحاجات السيكشوال يعني. طيب ده بالنسبه للاوكسيتوسين. تاني حاجه ان هو كنت بستخدمه في ايه؟ فاكرين الاوكسيتوسين كان بيساعد في انقباض الرحم بحيث ان الست تعرف ان هي تولد اللي هي الولاده الطبيعيه او كده. فكنا لما يكون ست مثلا عندها تعثر في عمليه الولاده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنديها حقنه، حقنه اوكسيتوسين من بره في شكل حاجه اسمها البيتوسين. بيتوسين هو الاوكسيتوسين بس سنسيتك من بره، فالسنسيتك اوكسيتوسين هو البيتوسين. المهم ان انا كنت بديها الحقنه دي عشان تعمل كونتراكشن في اليوترس في ساعه عمليه الدليفري او الليبر ان البيبي يخرج، تمام. بعد كده خدنا اللي هو الاندورفين وقلنا بنفتكره بالايموشن، هون الايموشن اللي هو بيضحك ده ليه؟ لان الاندورفين مسؤول عن حاجه اسمها الايفوريا، الشعور بالسعاده، وبالتالي
اول ما تفتكر الايفوريا خلاص تفتكر ان هو بيعكس بقى حتة البين، يعني مش هيخليك تحس البين، فهو بيقلل الترانسميشن بتاع البين سيجنال. يبقى هو بيعمل ايه؟ هو بيعلي الايفوريا اللي هو السعاده، وبيعمل انهبيشن لايه، او بيعمل انهبيشن لايه، للترانسميشن بتاع البين سيجنال. طب انا لو عايزه ازود نسبه الاندورفين عندي في جسمي اعمل ايه؟ ناكل بقى دارك شوكليت، البنات اللي بيحبوا الشوكولاته وكده، نعمل مثلا تمارين يوجا مديتيشن، الحاجات دي اللي احنا بنسميها ايه، اليوجا مديتيشن، الحاجات دي اللي هي الايروبيك اكسرسايز زي الشكل ده. ده بالنسبه للبيبتايدز. يبقى احنا خدنا ايه في البيبتايدز؟ خدنا الاوكسيتوسين وخدنا الاندورفينز. طيب بعد كده اخدنا ايه؟ بعد كده اخدنا المونو امينز، كان عندي النور ابنفرين، الهستامين، الدوبامين والسيروتونين. النور ابنفرين سهل قوي، ده بتاع ايه؟ النور ابنفرين ده اللي هو كلب بيجري وراك، يبقى بفتكر على طول فايت اند فلايت ريسبونس. طيب طب النور ابنفرين ده بيطلع في ايه؟ حالات الاسترس العنيفه، فالليفل احلى ليفل ليه ليله امتحان مثلا وراك محاضرات كتير مش لاحق تخلصها، فخلاص هايست ليفل في حالات الاسترس. فاقل بس طب اقل ليفل ليه هيبقى في ايه؟ طبعا وحضرتك سليب نايم، يبقى الهايست ليفل مع الستريس واللوست ليفل مع السليب. طب تاني حاجه معانا اللي هو الهيستامين. الهيستامين دايما رابطينه بايه؟ بحته الالرجي، فالهيستامين علاقه بالالرجيك رياكشن والاميون سيستم ريسبونس. طيب بعد كده عندنا الدوبامين. الدوبامين ده مسمينه الفيل جود نيورو ترانسميتر، ده اللي بيحسسك بالفيل جود، يعني ايه؟ ان انت عملت حاجه فهتكافئ نفسك، الريورد، الموتيفيشن، الاديشن، الحاجات دي. بس في ناس بقى بتستغل النقطه بتاعت الدوبامين دي في حاجه تانيه، ان هي عايزه دايما تحس ان عايزه طول الوقت ان هي حاسه بانجاز والموتيفيشن والريورد، فهي بتلجأ لحته ان هي تاخد ادويه تزود الليفل بتاع الدوبامين في البرين. فالحركه دي بنسميها ايه؟ الادكشن، ان هو ادمن على حاجه عشان يعلي ليفل بتاع الدوبامين عنده في جسمه. طيب الدوبامين ليه علاقه برضو بالكوردينيشن، لدرجه ان دايما لما تسمعوا عن مرض الباركنسون، الباركنسون ديسيز ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان الخلايا اللي كانت بتطلع الدوبامين حصل فيها دي جنريشن، الخلايا دي باظت. فالباركنسون ديسيز عباره عن ايه؟ عباره عن ديجنريتيف ديسيز برضو. حصل دي جنريشن في مين؟ في السيلز اللي كانت بتطلع الدوبامين، اللي هي دوبامين جنريتنج نيورونز، حصل فيها مشكله. ده بالنسبه للباركنسون. اخر حاجه معانا اللي هو السيروتونين بقى. السيروتونين ده كنت يعني مسكنها بان السيروتونين له علاقه بايه؟ مودك، اكلك، شربك، وحتى السكشواليتي، تمام؟ فالسيروتونين مسؤول عن الريجوليشن موديليشن بتاع ايه؟ بتاع المود، مودك، اكلك، شربك اللي هو الابيتايت، ماشي، وال معلش ثانيه، مودك اللي هو المود، واكلك وشربك اللي هي الابيتايت، والسليب بتاعك، والانكزايتي، والسكشواليتي، والحاجات دي كلها. طيب العيانين اللي عندهم ديبريشن غالبا بيبقى نسبه السيروتونين عندهم قليله شويه، فانا عايزه اطول الاكشن بتاع السيروتونين. فكنا بنعمل حركه ان احنا بندي دواء، الدواء ده كان بيعمل ايه؟ كان بيجي يمنع يعني السيروتونين، هو خلاص ادى الشغل بتاعه، المفروض ان يحصل له ايه؟ بيحصل له ان اكتيفيشن عن طريق الري ابتيك. انا بقى بمنع الري ابتيك، فيفضل موجود في منطقه السينابس مده طويله، فيعمل الاكشن بتاعه مده اطول. تعالوا بصوا معانا على الرسمه دي كده، هي دي انا عندي السيروتونين، السيروتونين خرج من الفيزيكال اهو وراح مسك في الريسبتور وادى الوظيفه بتاعته. المفروض ان هو بعد ما يخلص الوظيفه بتاعته المفروض ان بيحصل له ري ابتيك مره ثانيه بالبري سينابتك نيرون. انا بدي ادويه اسمها SSRI، بتبتدي ان هي تمسك هنا كده فتمنع الري ابتيك بتاع السيروتونين. يعني ايه SSRI؟ اللي هي سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور. يعني بتعمل ايه؟ يعني ناخد الاسم من ورا قدام، انهيبيتور لايه بقى؟ للري ابتيك بتاع مين؟ بتاع السيروتونين. سيلكتيفلي يعني هي بتشتغل على السيروتونين بس، فهي بت بلوك الري ابتيك بتاع السيروتونين ان ذا برين. فدي بستخدمها في علاج ايه؟ في علاج الدبريشن، دي تعتبر انتي ديبريسنت. طيب ده كده بالنسبه للسيروتونين، هفتكر مودك، اكلك، شربك، الحاجات دي كلها. بعد كده اخدنا ايه؟ بعد كده اخدنا البيورينز. طيب البيورينز قلنا ان انا عندي هو البيورين، خدنا فيها الادينوزين بس، وافتكر ان الادينوزين ده انا مش بحبه في ليالي الامتحانات. ليه؟ لان هو بيخليك ان انت تسليب، ان انت تنام، وبالتالي هو بيقلل الاراوزنج، ان انت تبقى صاحي، فهو بيزود السليب ويقلل الاراوزنج. طيب بعد كده خدنا الجاز ترانسميتر، خدنا فيها حاجتين، الان او والسي او. الان او اللي هو النيتريك اوكسيد، وقلنا ربطناه بحته الفازو دايليتيشن، يعني ليه؟ لان هو بيعمل ريلاكسيشن في السموث ماسل الموجوده فين؟ في الفيسل وول، يحصل فازو دايليتيشن. طيب الكربون مونوكسيد قلنا ان هو حاجه فيتال، ما ينفعش ان انا اخده بكميات كبيره، بس هو بيطلع في البلد بتاعي نتيجه عمليات الميتابوليزم بكميه اللي هو فيري لو ليفل، يعني عشان بيعمل حاجه اسمها انفلاماتوري ريسبونس ميديليشن، بيقلل الانفلاماتوري ريسبونس شويه. ده بالنسبه للكربون مونوكسيد، اعرف ان هو فيتال، واعرف ان له علاقه بالانفلاماتوري ريسبونس، بيعمل ميديليشن للانفلاماتوري ريسبونس. طيب بعد كده اخدنا الاستايلكولين، وقلنا ان الاستايلكولين ده البرايمري نيورو ترانسميتر اللي ليه علاقه بالموتور نيورون، ده بيشتغل على الماسل موفمنت. حتى نفتكر دايما نيورو ماسكولار جانكشن بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه استايلكولين. يبقى الاستايلكولين هو البرايمري نيورو ترانسميتر اسوشيتد مع الموتور نيورون. لو جت ام سي كيو نفتكر ان هو الاستايلكولين بيبقى موجود في موجود عند الماسل اللي هو عند نيورو ماسكولار جانكشن عشان يساعد في الماسل موفمنت. طيب وبرده
مش بس دي علاقه بالموفمنت، لا ليه علاقه برضو بالكوجنيتيف فانكشن اللي هي الميموري والليرنينج. يعني هو جمع بين حاجتين على فكره. يعني لو نفتكر الشغل بتاع الجبهه كان ليه علاقه اكتر بالموتور فانكشن، لو نفتكر الشغل بتاع الجلوتاميت كان ليه علاقه بالكوجنيتيف فانكشن اللي هي ميموري والليرنينج. فلو جمعنا الشغل بتاع الاثنين هيدينا الشغل بتاع الاستالكولين. طيب الانتاجونست بتاعه او الحاجه اللي ضد الاستالكولين هو الاتروبين. الاتروبين ده بيشتغل ازاي؟ عن طريق ان هو بيقلل الباراسمباثيك اكتيفيتي. فعشان كده بعض الدكاتره بيستخدموه في ايه، عمليات مثلا اللي هو الجراحيه او كده، عايز اعمل باراليسيس في منطقه معينه خاصة هحقن اتروبين او يعني هدي اتروبين. تمام. مثلا اللي هو دكاتره السنان وهم شغالين عشان يسهل الشغل بتاعه، يبتدي ان هو يدي اتروبين عشان يدي يعمل ايه دراي ماوس. برده حتى دكاتره الرمد برده بيبتدوا ان هم يصدموا ايه، يصدموا اتروبين عشان ادايليت البيوبل. تمام. فده كده بالنسبه للاستخدامات بتاع الاتروبين. بس الاتروبين الاوفر دوز منه بتبقى فيتال. تمام. وتخلي الشخص ان هو ايه يموت. تمام. ده بالنسبه للاستايلكولين ان هو كان البرايمري نيورو ترانسميتر اسوشيتد مع الموتور نيورون، والانتاجونست بتاعه كان الاتروبين، ونعرف ان الاتروبين الاوفر دوز منه بتبقى فيتال. طيب بعد الاستالكولين خدنا ايه كده، احنا خلصناهم. ادي التايبس تجميع عليها، وادي التجميع بتاعه ايه بتاعه الفانكشن لو عايزين تبصوا عليها بصه سريعه. بعد كده اخدنا ايه، اخدنا النيورو ترانسميتر امتى يبقى مش شغال كويس. اما ان هو اصلا مش طالع بكميه كبيره، الخليه مش بتصنعه بكميه كافيه لاحتياجاتي او لان هو يشتغل، يبقى نوت سين سايز انف، او ان هو اصلا بيتصنع عادي بس الدي اكتيفيشن بيحصل بسرعه. اما ان هو يحصل له ري ابتيك بسرعه، يعني ري ابسورب تو كويكلي، او بيحصل له ديجريديشن بالانزيم بسرعه، يعني الان اكتيفيشن بتاعه بيتم بسرعه. يبقى اما ان هو مش بيطلع بكميه كبيره، او ان هو بيطلع بس الان اكتيفيشن بتاعه بيحصل بسرعه فما بيلحقش ان هو يعمل الشغل بتاعه. طيب بعد كده اخدنا ايه، نيورو ترانسميتر اند سايكاتريك ديس اوردر. خدنا من شويه ان انا عندي الاس اس ار اي اللي هي سيلكت سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور، دي كانت انتي ديبريسنت. معنى كده ان السيروتونين له علاقه بايه، بالمود ديس اوردر. تمام. يبقى السيروتونين، انا قلت لك ان السيروتونين مودك اكلك شربك، يبقى السيروتونين له علاقه بايه، بالمود ديس اوردر. هيبقى فيها نقص في السيروتونين. ايه بقى المود ديس اوردر؟ حط بقى يا سيدي الاكتئاب، الوسواس القهري، البانيك اتاك والبانيك ديس اوردر، كل الحاجات دي هتحطها تحت كلمه المود ديس اوردر، تحت بند المود ديس اوردر. تمام. طيب الدوبامين، قلنا ان الدوبامين ممكن يحصل منه ايه، الناس اللي هي بتبتدي ان هي تدمن الدوبامين فممكن يحصل منه ادكشن. لما تيجي تاخدوا سايكاتري تعرفوا ان مرض السكيزوفرينيا، الخلل في النيورو ترانسميتر في الشخص اللي عنده سكيزوفرينيا هو الخلل في دوبامين. تمام. وقلنا ان السكيزوفرينيا افتكرها بايه، بالفيلم بتاع احمد حلمي. تمام. اللي كان فيه احمد حلمي ودلال عبد العزيز، بصراحه مش فاكره اسمه قوي. تمام. طيب بعد كده الاس اس ار اي، قلنا ان احنا بنستخدمها في علاج ايه، في علاج الدبريشن وعلاج الانكزايتي لان هي اصلا انتي ديبريسنت. طيب بعد كده الدروك بقى اللي هي بتانفلونس النيورو ترانسميتر، الدروك لو كان بيزود الاكشن بتاع النيورو ترانسميتر انا بسميه اجونست، لو كان بيقلل الاكشن او بيعكس الاكشن بسميه انتاجونست. طيب لما يجي يشتغل بقى، لو هو الاجونست ده، او لما يجي يشتغل الاجونست، لما يجي يشتغل لو هو كان شبه الاستراكشر بتاع النيورو ترانسميتر، شبهه في الكيميكال استراكشر، بسميه ان هو بيشتغل بطريقه دايركت. طب لو هو مش شبهه في الاستراكشر، هو بس بيشتغل عن طريق ان هو بيزود مثلا، بيسرع مثلا عمليه ان هو يمسك في الريسبتور، بيشتغل على حاجه ليها علاقه يعني بالريسبتور، فده هسميه ايه، هيسميه اندايركت. تمام. بعد كده اتكلمنا على كذا دراج، اول حاجه الاس اس ار اي والترايسايكليك انتي ديبريسنت والبنزودايازيبين، الحاجات دي كنت بعالج بيها ايه، الاكتئاب والقلق اللي هو الدبريشن والانكزايتي. قلنا ان الهيروين كان من ضمن الحاجات اللي هي شبه الاستراكشر بتاع الاوبيويد، الاوبيويد ده زي مين، زي الاندورفين كده اللي هو الايموشن اللي بيضحك. الهيروين شبهه في الاستراكشر قوي، فيعتبر بالنسبه لي شبهه في الاستراكشر وبيعمل نفس الاكشن، يعمل نفس الاكشن يبقى اجونست. شبهه في الاستراكشر يبقى يشتغل بطريقه دايركت ولا اندايركت، يبقى يشتغل بطريقه دايركت. فالهيروين يعتبر دايركت واجونست لمين بقى، للاوبيويد اللي هي الاندورفين والانكيفالين. تمام. طب الكوكايين، الكوكايين هو اجونست برضو، بس هو بيشتغل ازاي، عن طريق ان هو بيسرع الترانسميشن بتاع بيسرع الترانسميشن بتاع الدوبامين مثلا، عشان ايه، يسرع الترانسميشن بتاعه بحيث ان هو يتنقل ويمسك في الريسبتور، فهو كده اشتغل على حاجه ليها علاقه بالريسبتور. فالكوكايين يعتبر اشتغل بطريقه اندايركت. دي كده كل الحاجات اللي كانت في المحاضره، اعتقد ما فيش حاجه تاني. لو في اي مشاكل او اي حاجه مش واضحه اكتبوا بقى في الكومنتس او في الفيدباك وبعتوا لنا. اتمنى ان هي تكون واضحه، وربنا معاكم ان شاء الله، والسي ان اس يعدي على خير.